السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعي قناتنا نور أونلاين حياكم الله من جديد في فيديو صحي جدا جدا ولذيذ جدا جدا بدنا نساوي اليوم بيتزا كيتونية الأشد صحة على كل المطابخ العالمية تابعونا لحتى تشوفوا الوصفة والطريقة والمقادير من جديد اهلا وسهلا بكم مباشره الى المكونات. بما انه حكينا انه هي صحيه 100% اذا المكونات راح تكون صحيه 100% اول مكون رئيسي هو طحين الزهره او القرنبيط. هاي مجرد ما ننظفها وننشفها شوي نحطها بالخلاط وتطلع معنا طحين يلزمنا كوبين كبار يعني بحدود تقريبا 200-250 جرام يلزمنا كوبين جبنة موتزوريلا يعني كمان شي 200 جرام مبشورة يلزمنا بيضتين وطبعا يلزمنا صلصة البيتزا وراح تشوفوا صلصة البيتزا الإيطالية فوق أفضل طريقة لإعداد الصلصة الإيطالية الحقيقية وفي صلصة ثانية أنا سويتها على القناة كمان تقدر تشوفوها هلا فوق هاي للي ما يحب الصلصة الأولى ممكن يستخدم الصلصة الثانية واتنيناتهم كثير لذيذات وطيبات وصحيات إلى أبعد حد هاي الأشياء هاي اختيارية فطر أه سلامي مرتديلا طون تونة آه صدر دجاج النكهة اللي تحبوها حطوها ما في مشكلة يعني فيها شو انتو على ذوقكم تحطوا اشتغلوا عادي طبيعي الآن مباشرة إلى الطريقة توابل الجبنة هاي مالحة أصلا ما يلزم ملح إن حبيتوا تحطوا شوية بابريكا شوية مثلا أوريجانو ما يمنع آه النكهة اللي تحبوها حطوها آه مباشرة نبدأ الزهرة طحين الزهرة او القرنبيط مع بعض الجبنة ماتسوريلا البيضتين طريقة ولا اسهل من هيك مثل ما انكم شايفين الان اخلط بشكل جيد جدا لحتى المكونات كلها تتداخل تذوب في بعض وبعدها الى الخطوة التالية هذا هو الشكل بعد الخلط الجيد جدا الان صينية اي شكل ما يمنع مربع مستطيل مدور ما في مشكلة حطوا تحته ورق زبدة ونحط الخليط على ورق الزبدة بشكل مباشر هيك الكمية صارت جاهزة ما في داعي احط زيت لانه حكينا ان جبنة المتزوريلا اصلا فيها زيت فيها ملح فما في داعي احط زيت هو صحي طبعا اكيد لكن ما في داعي الان باليد او بالقفاز اليد النظيفة جدا طبعا او بالقفاز اعملها مادة سريعة قدر الامكان تكون رقيقة العجينة الان وزعتها انا بشكل متساوي دائري شوي رقيقة ما هي سميكة كثير الى الفرن مباشرة لمدة ربع ساعة على الرف المتوسط الحرارة من فوق ومن تحت نرجع نشوفكم بعد ما نخلص هاي البيتزا تبعي تقريبا بعد شي عشر دقائق 12 دقيقة على فرن درجة حرارة عالية هذا الوجه الأول تشقر وصار جاهز هاي كاست المتة تبعي المتة السورية مشروب المتة السورية للي يحب يعرف طريقة إعداد المتة نحن ناشرينها هلا شوفوا الرابط فوق طريقتنا الخاصة بالمتة الآن مباشرة الصلصة صلصة البيتزا بهذا الشكل هيك الصلصة صارت جاهزة الآن بدي أحط جبنة موزاريلا أيضا على الوجه بهذا الشكل هذا وزعوها توزيع الصحيح الآن أحط شرائح السلامي طبعا للي يحب غير سلامي كمان حكينا أنه عادي يحط شو النكهة اللي يحبها النكهة المفضلة عنده يحطها أحط شوية فطر. حكينا هذا اختياري للي يحب يحط للي ما يحب انا احب الفليفله لحد راح احط كم قطعه بس بهالشكل ممكن ازينها بشويه بندوره تشيري توماتر اخترعوا على كيفكم اشياء تخلي البيتزا تبعكم لذيذة وطيبة وشهية الآن ممكن أحط هيك بازل أو ريحان بهذا الشكل الآن بدي أرجعها على الفرن وأستناها لحتى تكون جاهزة <applause> هذا الشكل النهائي لأطيب بيتزا كيتونية بالنكهة الايطالية الاصلية والحقيقية مئة بالمئة ، جربوها وراح تحبوها صحية جدا 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 للكيتو لغير الكيتو للي يحب النكهة الصحية والطبخ الاصلي يجرب هاي البيتزا وعلى كفالتي ان شاء الله ، اتمنى طبق اليوم يكون نال اعجابكم لو حبيتوا الفيديو رجاء شاركوه في مواقع التواصل الاجتماعي اشتراك في قناتنا النور لاين لغير المشتركين وتفعيل زر الجرس حتى فيديو جديد كونوا بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته